اهلا بحضراتكم من جديد، وندخل بسرعه في ترند الاهلي ونشوف العناوين والناس اتكلمت على ايه امبارح بعد مباراه الامس امام حرس الحدود. وبالتاكيد كان في انتصار، كانت في لقطات وكانت في صور وتغريدات الناس اهتمت بيها من السوشيال ميديا، سواء عبر الفيسبوك تويتر او حتى انستجرام. ودايما الاهلي بيكون هو الحلقه اللي الكل بيتناول وبيتحدث عنها في اي مباراه سواء قبل او بعد، ودايما النادي الاهلي بيكون حديث كل المهتمين عبر السوشيال ميديا. نبدا اول حاجه من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي اللي اشارت الى احتفال 8، احتفال وليد سليمان بالامس واحتفال مجدي قفشه بعد المباراه حرس الحدود والهدف الثاني برقم 8. احتفال رقم 8 ده يحمل الكثير. ممكن تتكلم على لاعب بنفتقده جميعا، نجم مؤمن زكريا ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله يعود سريعا ونطمئن على صحته باذن الله. دايما مؤمن زكريا في قلبنا وفي عقلنا وكلنا بنهتم بيه بالنسبه للفتره اللي جايه. ممكن رقم 8 بتتكلم على عيد ميلاد محمد بركات، كل كان بيحتفل بعيد ميلاد الزئبقي بالامس، فاحتفال رقم 8 ده بيحمل الكثير، لان بالتاكيد الحاجه الاكبر بقى بالنسبه لنا رقم 8 8 نقاط على حسم الدرع والفوز ببطوله الدوري رقم 42. فبالتالي رقم 8 ده بيحمل من المعاني الكثير. محمد بركات، مؤمن زكريا، الاحتفال بدرع الدوري، لكن يبدو ان كان في اتفاق ما بين وليد سليمان ومجدي قفشه بالنسبه للهدف او حتى بعد الاحتفال. يلا كوره كمان من الصفحه الرسميه على الفيسبوك، قالوا بدأ العد التنازلي، الأهلي يحتاج إلى 8 نقاط لحسم لقب الدوري بشكل رسمي. قدامنا رقم 8 وجنبيها درع الدوري. اللي مش متابع ممكن يفتكر رقم 8 ده عدد مرات الفوز، الأهلي فايز بالدوري 41 مرة، ماشي في النجمة الخامسة، عمل 4 نجوم كل نجمة ب 10 بطولات وماشي في النجمة الخامسة، والبداية إن شاء الله في الدرع رقم 42. طيب مكملين معاكم، ومن الصفحة الرسمية لقناة الأهلي كمان كتبوا انتهى الإيقاف استعدوا، وده بعد انتهاء مدة إيقاف كهربا واللي انتهت مع مباراة امبارح أمام حرس الحدود. كهربا إن شاء الله بعد مباراة الحرس جاهز للمشاركة بعد انتهاء الإيقاف اللي كان قرره اتحاد الكرة في الفترة الماضية، وهيكون موجود إن شاء الله من مباراة الإسماعيلي. وهنا عايز ألفت انتباه الناس لكلام مهم جدا. ليه بقى؟ لما حصلت المشكلة الطارئة اللي انتهت وعدت وبتحصل في أي أوضة غرفة الملابس لأي فريق في العالم، الموضوع خد مساحة كبيرة جدا من الوقت والناس اجتهدت، وفي ناس حبت تحط شوية شطة شوية على الموضوع كده لأهداف شخصية، وقالت لك أصل الموضوع ده كده كهربا مش هيكمل الموسم مع الأهلي والموضوع انتهى خلاص فنيا، الموضوع مع فايلر وفي مشكلة مع الجهاز الفني والقصة كبيرة والموضوع في كلام كبير قوي بيتقال، أي بلطجي الخطأ في الأهلي بيتم شيطنته. لكن امبارح فايلر قال كلمتين في وسط التصريحات عدت على ناس كتيره، ممكن بقى بقصد بدون قصد، الله اعلم كل واحد ونواياه او كل واحد وسياسته التحريريه اللي عايز يتناول بيها الموضوعات. لكن فايلر قال ايه؟ قال كهربا هيكون جاهز معاه من الفتره الجايه، محتاج مباريات ومساحه وقت عشان يجهز بدنيا وفنيا للمرحله الجايه، وممكن اديله عدد دقائق من مباراه الاسماعيلي. ده معنى الكلام ده ايه؟ ممكن اديله عدد دقائق من مباراه الاسماعيلي، يعني مفيش حاجه اسمها ايقاف من فايلر ضد اللاعب واللاعب مستبعد بعد المشكله الاخيره والامر الفني خلاص تازم. في تفاصيل صغيره الناس تهتم بيها، بس زي ما قلت لكم الحاجات الصغيره بتكبر وبتتم شيطنتها عشان دايما النادي الاهلي يكون سبوت وفي حديث عليه كبير جدا من وسائل الاعلام. طيب نكمل معاكم وصفحه يلا كوره على انستجرام، قالوا على محمد الشناوي السد العالي بيصل للمباراة رقم 18 بشباك نظيفة هذا الموسم في الدوري. محمد الشناوي الحمد لله عامل مستوى متميز جدا، مش من النهاردة ولا من السنة دي، لا من كأس العالم 2018 في روسيا. محمد الشناوي رقم 1 وأحسن حارس في مصر، وكان عامل بطولة إفريقية متميزة لولا الخروج المبكر للمنتخب الوطني. لكن الشناوي عمل رقم وريكورد قياسي، 18 مباراة كلين شيت في الدوري حتى هذه اللحظة، أقوى دفاع وشباك حراسة المرمى في الأهلي الحمد لله ماشية بشكل طيب جدا. وعلى فكرة في إفريقيا نفس الموضوع، لأن عندي إحصائية عايز أكلمكم على الأهلي إفريقيا كمان ماشي إزاي في إطار السكاونتنج والأرقام، والحمد لله الشناوي عامل موسم ولا أروع، ومش بيتصدى فقط، لا ده أحد صناع اللعب في إحراز الأهداف الفترة اللي جاية. طيب كمان معانا من صفحة ماجيكانو، وبتتكلم على الصفحة الرسمية لماجيكانو على الفيسبوك اللي أشادوا بمحمد الشناوي، قالوا كل ماتش إنقاذ بيحافظ على فارق النقاط. هنا حارس المرمى ده هنا اللاعب رقم 1، عنصر أساسي في أي فريق طالما ماشي بشكل كويس بيقدر يحافظ على فارق النقاط عن أقرب المنافسين. وقلت لكم الشناوي
مش فكره حارس مرمى وبيعمل كلين شيت وبيتصدى، لا كمان بيشارك وبيعمل صناعه لعب للهجمات المرتده وصناعه اهداف. طيب الصفحه الرسميه لموقع في الجول اتكلموا على ان 45% من اهداف الاهلي في الدوري المصري هذا الموسم في اخر ربع ساعه من المباراه، ده الحساب الرسمي اللي في الجول على تويتر، واللي اتكلم على توزيع الاهداف، اهداف الاهلي على عدد دقائق المباراه. وقلت لكم في الفقره الاولانيه فقره ترند الترند، شوفوا ازاي النادي الاهلي بيقدر حتى الرمق الاخير وفي الربع الساعه الاخيره يقدر يحرز نسبه اهداف عاليه جدا. على فكره اصعب اوقات المباراه على اي فريق في العالم اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه، بل بالعكس كمان الاكسترا تايم او الوقت الاضافي او حتى الوقت الضايع، لان انت عملت مجهود بدني وبذلت مجهود فني كبير وعملت مباراه كبيره جدا، والجزء الاخير ده بيبقى عايز فرق ذو مواصفات خاصه. المواصفات الخاصه دي مش هتلاقيها الا في النادي الاهلي. طيب